خلينا في البداية نتكلم على ميعاد إعلان المرحلة الثانية لنتيجة الثانوية العامة في البداية كده، وأبرز المؤشرات ليها ايه؟ هو زي ما ذكرت أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات انتهت مساء أمس وفقا للجدول الزمني المعلن من مكتب التنسيق بشأن مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني. طبعا الحد الأدنى لطلاب الشعب العلمية كان 64% وطلاب الشعب الأدبية كان 56%، ده الحد الأدنى للتقدم لطلاب المرحلة الثانية. 56% مرحلة ثانية للمرحلة الأدبية، للشعب الأدبية ده كان 56%، ده لإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني. إيه اللي بيحصل دلوقتي بعد غلق باب تسجيل الرغبات؟ طبعا مكتب التنسيق رفع حالة الطوارئ، بيبدأ في فرز رغبات الطلاب لأن هي دي تعتبر المرحلة الأضخم في مراحل التنسيق، لأن عدد الطلاب تخطى 353 ألف طالب للشعبة العلمية والشعبة الأدبية، مقارنة طبعا بالمرحلة الأولى كان 116 ألف طالب. فإذا إحنا بنتكلم في الشريحة الأكبر، الشريحة الأكبر في المرحلة الثانية. مكتب التنسيق بيبدأ في فرز رغبات الطلاب اللي تم إدخالها على موقع التنسيق الإلكتروني. طبعا كان امام الطلاب فرصه للالتحاق في كليات الطب البيطري، كليات التمريض، كليات الزراعه، كليات العلوم، كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبالنسبه للشعب الادبيه كان طبعا في اماكن شغيره امامهم في كليات الحقوق وكليات الاداب وكليات التربيه. دي ابرز الكليات اللي كانت طب بيطري نزلت مرحله ثانيه. بالفعل نزلت مرحله ثانيه طب بيطري وتمريض ايضا وعلوم وزراعه، ده بالنسبه لي، وحاسبات وذكاء اصطناعي ده بالنسبه لطلاب الشعب العلميه. الشعب الادبيه زي ما ذكرنا كان في حقوق وفي تربيه وفي اداب وفي بعض المعاهد، طبعا لان منظومه التعليم العالي النهارده في مصر شهدت طفره كبيره وتنوع في مسارات التعليم الجامعي. صحيح. في مصر. طب بتفسر ايه الانخفاض المعدلات دي؟ يمكن ده السؤال الابرز عند كل اولياء الامور. يعني انا على ايام انا كان في ناس ما عرفتش تخش طب وهي جايبه 96%. بالفعل، لان اصلا يعني في دلوقتي نتائج الثانويه العامه اختلفت عن الماضي. يعني زمان كنا احنا بنشوف طلاب حاصلين على 100%، حاصلين على 101 بعد اضافه الحافز الرياضي و102%. دلوقتي الظاهره دي اختفت، دلوقتي اصبح النتيجه بتخضع لمعايير كتيره، والطلاب النهارده الاوائل بيبقوا جايبين مثلا نقدر نتكلم في 96 و95 و97، فده طبعا بينعكس على التنسيق وبينعكس على انخفاض وتراجع حدود الدنيا للقبول بالكليات، وده شاهدناه في النتائج المرحله الاولى للتنسيق اللي تم الاعلان عنها الاسبوع الماضي يعني. بس بنتكلم بقى دلوقتي عن فكره المؤشرات المتعلقه بالمرحله الثانيه. طبعا رغبات الطلاب هي اللي بتكون المتحكم الرئيسي في الحد الادنى للكليات، لان انا دلوقتي كلنا طلاب خريجين الشعب العلميه، ممكن انا اكون جايب مجموع على سبيل المثال كليه التمريض او الطب البيطري، بس انا مش حابب ادخلها فهسجل في علوم، هسجل في زراعه، فبناء عليه هي الرغبات اللي مكتب التنسيق شغال على فرزها الان هي اللي المتحكم الرئيسي في وضع الحد الادنى. ولكن احنا عايزين نطمن برضو اولياء الامور ونطمن طلاب الثانويه العامه ان كل طالب ليه مكان في منظومه التعليم الجامعي في مصر، ليه فرصه في الالتحاق بالجامعات وليه فرصه في الالتحاق بالمعاهد.